فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لأجل صلة الرحم. نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لأجل صلة الرحم في سيارة واحدة، فهل هذا جائز أم أنه لا يجوز لحديث الراكبان شيطانان؟ إيش؟ يقول: نحن اثنان نود أن نسافر إلى أقاربنا لصلة الرحم في سيارة واحدة. كل واحد، الحديث عام، الحديث عام للسيارة وللدابة وللماشين، حديث عام. نعم، لكن اليوم يعني صارت الطرق السيارات كأنها شوارع، السيارات يعني كثيرة ومتواصلة، وربما أنه خف المحذور مما لو كان وحدهما في البر. نعم.